السلام عليكم الحباب، وغادي نبداو دائما وابدا بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جايب لكم ثلاثه اخبار، فيهم جوج اخبار زوينين واخبار وحده اللي خايبه. نبداو بالاخبار الخايبه. اخبار خايبه هي ان العوده هيبه اللي بزاف الناس كيتفرجوا فينا كانت سبب باش عرفوني مريضه ومريضه بزاف، حيت مسكينه كانت عندها هي ديجا رجل معاقه، وديك الرجل الثالثه اللي كانت صحيحه كانت كتبيكي بها حتى هي عيات ولات كتريح بزاف. وما حنا الاخبار الثانيه هي العوده مسكينه اللي كنا لقيناها محروقه اولا مجروحه اولا جالقه في الكودرون، حيت لحد الان باقي ما عرفناش السبب الرئيسي اللي ردد العوده في هذه الحاله اللي كتشوفوا فيها دابا. لا حول ولا قوه الا بالله، ولات بخير وعلى خير، ولات عوده يا سلام. نتوما غادي تعطوني رايكم. الاخبار الثالثه واللي هي زوينه، غادي نشوفوا واحد الراجل اللي توحشوه بزاف بزاف، وشوفوا بغيت نقول لكم السميه ولكن تبعوا الفيديو حتى الاخر وغاش عرفوا شكون الخوت. العوده هي قسما بالله العلي العظيم، كو كانت صحيحه غادي تولي في واحد الحاله يا سلام، ولكن مسكينه راه حنا تقاتلنا معها، درنا اكثر من جهدنا، الناس اللي كيعرفونا عن قرب عارفين الحقيقه وكيفاش كنتعاملوا مع ديك العوده. والله يدير الخير، تبعوا الفيديو ونسالكم الدعاء. الله يسهل عليك انتوما الخوت. غنمشيو عاد تمشي، المهم داكشي اللي خاصو يدار غنديروه له ان شاء الله. هاني وقعت فيا على العاوده، هاني شوف انا صرفت سيمانه اللي باغا نتعامل معاه، شوف كرد فيا عاود شوف عيسى الله ياخذ في الحق. الله يبارك ولله الحمد. يا الخوت، من بعد الفلاش باك اللي شفتو ديال هاد العوده هادي، يا ولله الحمد كيفاش ولات. مشى با العربي، مشى الله يرضي عليك، مشى زيدي. بارك عليك بارك. دور هنا دور، بسم الله ما شاء الله. الخوت راه هادي هي هذيك العوده اللي كانت كلها مضروبه وكلها قيح وكلها مشرقه وكلها، ولله الحمد انتم بقاو غير هذوك الدرايبات، ولكن راه ما بقى لا قيح لا دم لا والو، وحتى من الحيمات راه ترباو راكم كتشوفوا تبارك الله. ورا الماكله ورا ولات ما شاء الله كتاكل بزاف كاع، وفي القريب العاجل غادي ترجع صحتها الاولى. دور اخويا العربي لهاد الجهه يشوفوا الجهه الاخرى باش يشوفوا دوك الجراحي ودوك الضرابي اللي كانوا كاملين. بارك عليك هانتوما شوفوا الخوت ولله الحمد، غير هي راه ولات قبيحه بزاف، راه كانت تدير لنا كارثه فاش كنا كنعوموها. تنعاود لكم هانتوما شوف شي جريحات اللي كانوا كيخرج منهم القيح، شوفوا هاد الضرب هادي. هاي الحمد لله راه تسدات، ايوا ولله الحمد امين. هاو بو سعيد اللي كتسولونا عليه، محبوب الجماهير با سعيد، راه الناس شافوك في الحداده وقال لينا انا مزاوق، قال لي هي جا عندك با سعيد ضروري نشوفو، وراك انت راه قلت لهم راه اليوم جا وهانتوما غتشوف. بين 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 الجسور هذوك هي الجزائر وحنا المغرب في السعوديه. تبارك الله على با سعيد. للاشاره الخوت هاد با سعيد هذا راه من قدماء المحاربين، راه من الاولين، راه كيعقل على الناس الاولين، وما كاينش شي بلاصه في المغرب فيها العود وما يعرفهاش با سعيد. واش الله يعطينا شي رحمه با سعيد.
شتي حتى خاصنا نديرو لك تكريم. اشكون بيديروا لي؟ والله تنديروا لك انا غندير لك تكريم ابو سعيد حيت كنعرف الحقيقه ديالك وشنو دوز سي عمالي الخيل. اسمح لي يا خويا اشرف، تا خويا وحبيبي وولدي ومخلطه، هاد المغاربه كيديروا التكريم ماشي شي شخصيات، كيديروا التكريم غير لشي اطار جي ولا شي كوامان جي ولا شي يقول فنان ولا شي، ما كيديروش شي شخصيه في المغرب ما كيعترفوش بشي شخصيه بارزه. حنا من القدماء وبيضاويين وخاصه المغرب ما كيعترفش بحال. وخدمتي التبوريده ابو سعيد؟ انا من القدماء الفرسان في المغرب كاينه، وما خاصش بحالي انا، وكنعرف في المغرب كامل البارديه، وكنعرف خيول بحالي انا، كنعرف خيول ديال الكورس ديال الطنطاج ديال فوق ديال البارو. كاينه كاينه كاينه، ما بحالي انا ما وتعرف ابو سعيد، تعرف بوت الجد، هاد الجد عادي خرطوم. والله يا ولدي نعرفون، عرف كان بكري كان خرطوم، كان قيدوم، كان قيدوم مشهور عندنا هنا، كان وكال في وجدة، كان نيوبوس هداري. الله يحفظك. نعطيك الخيول اللي داو الكرومبريات هنا في المغرب. الله يحفظك لينا ابو سعيد. الخيول ديال الحرس الملكي، ديال السي احمد يزيدي، ديال الكونون يرحمو حسن، كاع الخيول اللي داو هنا الكرومبريات نعرف. والله ابو سعيد ماشي كنافقك حيت قدامي، والله تتسال تكريم وكي جاتك العوده. لا والله شوف تا ما تكون الحمد لله العقيده ديالك خارجه بخير. الله اللي كتهلا في الخيول ربي غادي اللي يخليك. الله يخليك لينا ابو سعيد. قالك خاصني تكريم، ماشي انت كتقول الله يخليك، خاص تكريم من الجامعه الملكيه للفروسيه من الله صوري، ونبرك معاهم ونعطيهم التاريخ. التاريخ تعطيهم التاريخ، التاريخ ونعطيهم الناس كسابه الى في جديده، ولا في سطات ولا في برشيد ولا في الخميسات، من طنجة للقرقارات ولا الوجدة، ونعطيهم الناس المربيين الخيول بحالي انا، خاصهم يعترفوا بيا واني ما معترف بيا الا الله. والله انت معترف بك انا ابو سعيد بالله، ما كتخلي حتى بلاصه في المغرب ومقاتل، وكتبغي توصل المعلومه وكتعاون مع الناس اللي بغى المعاونه. الله يخليك لينا ابو سعيد، الله يسهل عليك، نهارك مبروك، جايه ان شاء الله جايه. المهم نرجعوا مع العوده، هذا هو الشخص اللي قلت لكم ضيف الحلقه ابو سعيد الغني على التعريف، الله يخليه لينا، عزيز وغالي بزاف، الله يدير الخير. كانت تدير بسبب كارثه الصباح، العربي كان كيعومها معاه، هي كانت كاع مجروحه في رجليها كيف ما كتشوفوا، تحنا تبغى تعضو يا تضرب نيفه في هذاك البلاصه اللي مشدوده فيها. شو كي كديرها؟ ما كتخليكش، عندك الصح. ايوا الله يدير الخير ابو عروب، كنشكروك اخويا حتى تمحن معنا وكاع الدراري اللي معنا. لا لا حنا راه كاع عيس الفضل تاع الناس والله سبحانه وتعالى، داكشي ما كانش على الناس سبحان على الناس، راه كيجيو عندنا هنايا كيسولوا على لارا، كيسولوا على هيبه، كيسولوا على الخيل اللي هما مراد ما كيسولوش. كاين واخا ما كتكونش اشرف راجين على اشرف قيصر، ولكن هما راجين باش يشوفوا واش اشرف قيصر هذاك الشيء اللي كان كيدير في يوتيوب، واش هو اللي كاين ولا ماشي هو اللي كاين. انا دابا الحمد لله كيجيو الدراري صغار كيقول اول كلمه كيقول لك، ما كيقولوا لا فرانسيسكو ولا جميل لا حتى شي حاجه، كيقولوا لك هيبه. لا الناس كيسولوا على هيبه، اغلبيه كيسولوا على هيبه. هاد العوده الله راه كاينين الناس عارفينها، ولكن ماشي بحال هيبه. هيبه راه خدات واحد الشهره، واحد الشهره اللي بزاف الحمد لله، حتى هي راه تحسنات. اي والله يدير سير اخويا، هانتوما شوفوا تبارك الله السر قداش ولا سير عاود مشي للجمهور لتحت اخويا العربي، شو الله يبارك الخوت. دابا زيدي وانتوما غادي نديروا الفرقه الخوت بين القديم وداب. الله يبارك الله يبارك الله يبارك، والله يصلح الجامع الخوت، الله يصلح الجامع. خويا العربي على ذكر هيبه، غادي نمشي نوري للجمهور هيبه حتى هي، والله يدير الخير. سير على مولانا، وقف بعدا نجيبوا واحد الجول على هاد العوده، دور لهاد الجي على حساب الشمس. الله يحفظك لي ابو عروف. هانتوما الخوت ولله الحمد، دابا انتوما غادي تكومباريو بين القديم وبين الجديد، ولله الحمد راه فرق شاسع وشاسع بزاف، الحيمات تترباو، الامور مضبوطه، الله يدير الخير. سير اخويا العربي ربط العوده باش نمشيو عند هيبه، والله يفاجئها على الجامع. الله اكبر، محبوبه الجماهير. سير اخويا العربي سير زيدي، شوف مسكين هذيك هي الرجل اللي كانت صحيحه، راه مابقاتش قادره تحطها حتى هي مسكين، مابقاتش كتقدر تمشي اخويا اصلا، مابقاش كتقدر تمشي، هاد العوده مسكينه عانت.
عانات ولكن ما جابش الله الشفاء من عنده. هذيك العرانه جات موراها، رحمه جات موراها، هاد العوده الخوش والله ما كرهت لا الموت الرحيم هنايا ولا بغى إلا ماشي زعما تقول لكم هاد الهضره تقلقوا مني، انا كنقول لكم اللي كاين. هاد العوده تكرفست بزاف لواحد الدرجه، الا لاحظتوها تمشوا شحال كيف ولا، شوفوا حالتها كيف ولا كاينه كاينه، ولات كتنعس بزاف، مابقاش كتقدر حتى شي الوقوف، مابقاش كتوقف، مابقاش كتوقف انها تقدر حتى تاكل. في خبارك دابا اخويا العربي، انت قلتي دابا هكا الموت الرحيم، عرفتي شي ناس دابا شنو غايقولوا؟ وسلاو منها، داروا بها الفيديوهات، ودابا صافي ما بقاتش خدامه ليهم، دابا هادي دابا هادي. وهاد الناس، هاد الناس دابا هما ما عارفينش، هاد الناس دابا هما ما عارفينش مساكن تما الله يهديهم، ما عارفينش باللي هاد العوده دابا حنا راه طالقينها قسما بالله، مطلوقه راه درنا لها غير الرصن، كتمشي كتنعس فيما بغات، واخا كتمشي كتنعس حدا الخيل، حنا كنبقاو مضاربين مع الخيل حتى كيسكتوا، والجيران مكرفسين وكل شيء مكرفس، المهم باش تبقى هي على راحتها. لا لاحظتوا تم البوكس ما بقيناش كنديروها فيه باش تبقى لاقيه راحتها. اشرف اخويا غايقولوا هاد الهضره ما غايقولوهاش غير شويه الناس، غايقولوها الناس. علاش؟ كاين الناس كيجيو عندنا هنايا الى ريحات لك غير هنا ما كتقدرش مسكينه تنوض. وشكون اللي كينوض بعدا؟ حتى حد ما كيبغينا هو، داك يقول لك خليها 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 مرتاح، ما كتقدرش. وتم الماكله كون كانت كتاكل غتبان لكم عليها، راه الماكله هي مسكينه ما بقاش عندها ديك الشهيه ولا ما بقاش قاده انها تاكل. الماء كيعطي لها سطل كتريح، كندير لها الماء بين رجليها وما بقاش كتشرب، ما بقاش كتاكل. هاد العوده هادي الناس اللي كيجيو عندي راه ماشي غيتفقوا معايا، غيشوفوا كاين الناس كيعاونوني كيجيو يدوزوا معايا النهار وكيعرفوا، كيقول شو هبه مسكينه تكرفسات. علاش هاد العوده؟ انا والله ما كرهتش، حنا ما كرهناش هي صح ونهدوها وتعطينا شي جدع ملكي ولا شي جدعه، المهم تخليها الخليفه تاعها. يا والله اشرف اه انا اسمح لي قلت للجمهور هاد الكلمه، وإلى الى 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 ما جاتهمش. شوف حنا راه كبه واحده، حنا راه عائله، انا كنسمى عائله اشرف قيصر. اشرف راه اشرف راه اشرف راه وسيله، ولكن حنا كنديروا للسبب، السبب وكمال على الله. هاد العوده كون صحات اقسم بالله اللي غتكون من احسن الخيول عندنا في الدار، احسن الخيول. والله يدير ربي ما جابش لها الشفاء، راه جاي العام ونص ولا جاي العامين، وهي راه عامين دابا تبارك الله، وشحال من عود جا من وراها وبراها ومشى. لاحظتي رجليها هاد تقول هذا اللي كتبقى واقفه فيه، هاد الوقفه اللي كتبقى واقفه رجليها اللور دابا نقدر ندفعها بحال هكا، هاي غتقوي طيح. هاد تقول هذا تقدر تبقى لي احسن نهار وما تاكلش. كاينه كاينه، ما حنا مسكينه الله يدير الشاول ديال الخير، والله يدير الشاول. المهم دابا الخوت حنا اللي كاين، حنا قلنا حنا ما سخيناش بها، المهم الراي كيبقى ديالنا كاملين، قولوا في لي كومونتير اللي عنده اي راي. اللي شوفوا انا بلاتي واحد القضيه نقولها، العربي قال لكم الموت الرحيم، انا غنقول قضيه اخرى. اللي كيعرف شي جمعيه هنا في المغرب قادر دير لنا عمليه لهاد العوده وتقاد ليها رجليها بالثمن باش ما كان، باش ما كان، باش ما كان، الله يجعلها تكون حتى 5 الملايين حتى 10 الملايين، باش ما كان انا موجود. يا الله حنا راه حنا والجمهور، راه بزاف الناس كيقول لك انا نعاونك باش ما كان، المهم هبه ترجع. حتى حنا الناس اللي كيفهموا واللي كيعرفوا، ها هو الامر بين يديكم. ماشي يا خويا العربي شويه، اغلبيه الناس يقول لك لا علاش ما دايرهاش في البوكس؟ لا راه البوكس راه حنا قلنا باش تبقى مرتاحه. هاد العوده شو شو لا درناها في البوكس كتوحل. وريهم وريهم اش دارت الوجهه ملي دارت في الوقت. هاد الضربه مسكينه بغات تنوض طاحت على الباب تاع البوكس. ايوا بقات كتخبط في راسها باش تنوض حيت ما كاينش اتساع، بقات كتضرب، داك الشيء علاش خرجناها على برا. وثاني حاجه اخويا اشرف، انا غنطلقها وغنبغي نخلعها بحال غنبغي نضربها وشوف كيفاش غدير، ما غاديش تقدر تزيد. زيد 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 شوف. الرجله ولات كتحفط على المريضه، ما بقاتش كتحفط على اللي كانت صحيح. صافي حتى تقول تقول تاع ما بقاش رجلي اللورانيه، ما بقاش حتى في الوقوف العود، ملي كيريح كيوقف على ربعه رجلي، كيوقف على القدامين هما الاولين وعاد الثاني، حتى القدامين كتفشل منه. والله يدير لها شي تاويل ديال الخير يا رب. الله يدير لها الخير، الله يدير الخير، الله يدير الخير. شو مسكينه كي ولات. ودابا با العربي شحال تقريبا من عاود جا من وراه هيبه وبرا، كاين زوج هيبه وكاين بيرسون اراب عز الدين، وكاين خو عز الدين اللي باقي عندنا، وكاين مبروك، وكاين رحمه، وكاين لارا، وهذا الشيء اللي عقلنا عليه. بلاتي نتفكروا شي حاجه اخرى. بلونكو
زيد مازال مازال شحال من عاود ام البرا وهي مسكينه مع هي اونديكابي معاقه ما قدرتش تبرا وهاد الايام سيرتو هاد الايام ولات غاده غير في الخسران وغاده وكتدقدق وما بقاتش قادره تنوض المهم الله يدير الخير الله يدير الخير الله يدير الخير هادشي اللي نقول بقاوة الناس هادشي غنمشيو حنا عند لارا راه لارا حداها وحدا شي عاود غنلقاو بلاصتو انه المازيه تاعو داكشي تاعو فهمتي هادي المسكينه كتحط ناس والله يدير لها شي تاويل ديال الخير ابا العربي مكرهناش ليها والله والله يدير الخير العربي خويا نمشيو نضربو طليله على داك العاود اللي يلاه صوفينا يبغى يشوفوا الجمهور تاهو مسكين تاهو هذاك العاود راه ليله يلاه كيجيو عندي ناس كيقولوا لي واش هذا عندي معاه تصويره واعر عندي معاه تصويره واعر كيقولوا واش هو هذا كنقول لهم هذا ولكن شوف اشرف والله اخويا قسما بالله وما درتي الخير في هذه البلاد هذه وفي هذا الوقت هذه ربي ما يسهلش عليك الا لقيتي شي واحد غير غادي في الطريق وما عاونتيش راه بحال ما درتي حتى شي حاجه كتشوف به وبامكانك انك تعاونه وما عاونتيش راه كيبقى عليك التقليد الله يحفظك ليك الخوش للاشاره كان جاني واحد الفيروس خطير راه درت عليه فلوق والفلوق ديالو غنلوحو يوم الاثنين على واحد المرض خطير كيجي للخيل والله يدير الخير غادي نشوفوا يوم الاثنين وكونوا على بال المهم اي حاجه كنعرفها غتفيدكم كنبغي نبارطاجها معكم والله يسهل على الجميع ايوا الخوش ها هو العود ولله الحمد غادي نقاتلين معاه في صحه جد جد جيده كياكل كيشرب بخير وعلى خير هذا مساله وقت شي 6 شهور ولا 5 شهور ان شاء الله يولي بخير المهم خويا اشرف كيكون واقف ما عرفتش واش كيطيح ليه الطونسيو ولا لا ماشي كيطيح ليه الطونسيو دابا هذا كيبغي يبرك ما عندوش الجهد باش يبرك من كيتخبط كيتردد المهم راه هذاك كنت واقف كنعطي العود ماكله تطيح حدايا قال لي يا عماد تعال اخويا نوقفوا ما كنقدروا لا لا شوف شوف انا كنقول لك ملي يطيح خليه يرتاح صافي ملي كيبرك صافي خاصو يرتاح شويه تا دوز واحد ثلاثه السوايع ولا اربعه وديك الساعه نوض واش كيبقى واقف كيبغي يريح لا لا كيبغي يستراح المهم انا ماكله بعدا ديالو في الوقت كلشي في الوقت صافي سالين هذاك هو المهم ان شاء الله هذاك الشيء اللي الحمد لله الخير موجود انت غادي تهز وتعطيه سير سير الله يدير الخير ايوا الخوش ها هو العود للناس اللي باغا تطمئن على الصحه ديالو ها هو راه بخير وعلى خير والله يدير الخير دابا بقى لينا ان شاء الله غير الفلوق ديال الفيروس اللي غادي نلوحوه ان شاء الله يوم الاثنين مع الساعه 12 كيف ديما كونوا في الموعد وبالنسبه للناس اللي كيقول لي انت فين كدوي مع الناس كندوي معاهم في الانستغرام والانستغرام وهذا اي تساؤل اي لعيبه كنحاول نجاوب كل شيء والله يدير الخير زوجي حاضر معنا حتى هو يلاه يبارك إلك تحياتي لخويا محمد من هنا حتى لفرنسا خويا يوسف حتى هو والدراري كاملين كنبغي نشكر اي واحد كيدعمنا ولو غير بالبارطاج اولا غير بكليمه زوينه اللي كيخليوها لك كتموتيفيك الصراحه كليمه زوينه كتبقى كتموتيفيك كتخليك دير شي حوايج اللي ما تقدرش ديرهم والناس اللي كيبارطاجيو الله يرحم لكم الوالدين كنبغي نشكركم حتى نتومايا والله يدير الخير ايوا الخوت ولله الحمد سال الفيديو نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون نال الاعجاب ديالكم ونبغي رايكم على الفرس هيبه اشنو غنديروا فيها كل شيء يناقش حتى نوصلوا لشي حل اللي يكون زوين لينا كاملين ودابا غادي نمشي ونخليكم ان شاء الله يوم الاثنين كل شيء تفكر هذا الموعد حيت راه فيروس خطير ويقدر يكون انت او انت عاودك مريض به دابا وهذا هو الدواء ديالو غادي نوريه لكم يوم الاثنين والله يدير الخير وتحياتي لكاع الناس اللي كيدعمونا لا بلي لايك لا بلي كومونتير زوينين لا بالبارطاج راه بسببكم نتوما ليش واصلين حنا لهادشي واللي عندو اي تساؤل على اي مرض يكتبوا في الكومونتيرات كتعرف هي هذيك ما كتعرف غادي نسولوا الناس اللي كيعرفوا والله يسهل على الجميع ايوا الخوت الفيديو سهلة الا عجبكم الفيديو خليو لينا واحد لايك وكومونتير وبارطاجيوه مع الحباب واللي ما مابونيش معنا في الانستغرام يتابونا السميه راه هي هذيك والرابط راه في صندوق الوصف الى اللقاء الى فلوق اخر ان شاء الله